بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. استغفر الله ثم إلى الله يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ولاليال أنا وحان ربي مركب ورسينا عليه السلام مركب لبعضنا إنا وحوغا أفكار إنا ننفذ السوشي ليو إلهي أنا وكبر إياه وح يعني إنا نفعل كلاينين إنا يحسان ومركب ورسينا ولا ليا لما كنت في الوحي اللي داخل الدينكا وحي هي أبو رجوع الصلاة كل يلبا إن توضح حسن ما له تمنجر إلا الدكتور يقولك كل كائن غضب على هي الدينكا وأبو رجوع الشيء يلبا يصنع ليكم ياسا مثل ما هني مليار سنة مرقص على الله كاس حتى لو لبوك في المجال ولا غيره تمرق وهو رجع أول واحد كان إلى حين أدرك إنسان لا يغور أول ولد من شرطة أدمونا في فكسي يوميان أو أقرا طلباتنا أن وعرفتن نور بقول كلا بيتو مكن صو فرحت يلك صو شو وين تذكر بنتي لو فل أما لا فل ما كان عارف سيدي وين نيو عارف ما كاين إننا نسلا صوني نوتة بيني صوني ولبنا عيد يا أبوك يبين هنا وا لما دا أفهمون أولي ما قال إيش إله أمين واحدها أول في عالمي يماش عن كل ضمبينه إنه بني آدم حطينا الله حيونا وحوكا قد منها حيوانك راح يكون قص في تغطي بني آدم فيه حتى أنه اللي هين فيه أمنا على إله سواعي وين هاي واحدة أو خالق لنا بني آدم إنه كان نبضك حتى أول ليه هنا هو مضطر إنه يبقى وشطيك لكن كل اللي هو صميم وحوكا من بني آدم فنقولوك يجب قلتك وقرأي إلهي كتب لنا آلي السيد أنا أبتدى أوجد وحانا بحالك نتلوين هنا عن كتب الشيدي أفضل في مسلم النسين يحي إيه لم ينسل بوغرا المركز الكريمة إنت مقليس أنا حرب بيه إنا يقاطان يجينا لقادم عينا مهوي سنكتب بحيه سو الشيدي إن كل تدخعي ودخاحان أماي ودخاطان نبي لي بور وفق طوري وانا دول دلحيين سلانا وانا قامين كسكو وقدمين حقيقة باي طاين رونت مني في بنت رشوري كبير ولا ريال شر مقال الأطول اللي سوين وصمرون في سوين أوضع علي سنين في بيضا الشب ورمينا نقل بوس الشيخ اللي نقل في الدنك دان سؤال شي عمر كعدي ألغت سوال فالحص عجينا قولا باي كده لكلو مثل كده لأن إله الولاية واحدة هاي نعبوري ورسولي وجعلناكم شعوب وقبائل بتعارفوا إن كستو إنتو وين إلهي كتبيوي أي سوما الكبو زمات إن أكرمكم عند الله يلقاكم ما أطلب طلب بحيو وين وفيعا لكن منك إلهي حق تقولوا إن إلهي كبقية إيه آدمون وكان بذكري سيد الشوك الإسلام بذوك الشرق بلنتين ورفاق الأبريسان إلهي الولاية واحدة سيد لكن ها والمتدي تكرار إن أعترف ذلك إن قالوا إن القلاش يكتوري بالبان هاي كفار صار كل دعوته ولو تذكر حدث وهم يسوع واحد ولي لأن ريه بالبان هاي أما قلنا أنها أما قلنا كلاها ريه بالبان هاي ما ها ليش أقول صر ريت الله يسخر بل ولا ليه لحم اللي كده شيء إيرين سكت الرئيس قلنا هاي ريه بالبان وحاك صر ريت الصومال اللي ما كسر وحاك صر ريت الصومال المقر اللي ما كسر وحاكا سرّيس آدم لما كسرّي آدم النب وحاكا سرّيس إسلام لما كسرّي وحاكا سرّي ولبا إلهي إيه واحد نمت نجيان سبار سرّي مركا حيرك أبوه وصيّي إني آدم كنو قبل عبي إنو خرق أمرو ويّن قبل سنو إنو كتيبا ويكود جنّي أما قفو سلاسيها قبل بعضو دوغا صلاشر أما حاك نحصر لكن هم كي أغوري ألف بعد تاريخ الدنيا المكفلة دوية وماشا أغوط تنبيت أغوطي دوية ماشي كغوطي في الورسي لا تعوية إينا أغوط تنبيت وارغوط مالان وارغوط دينا صار؟ انت أسبان ولا لي الكورنية سؤالك لأو يعني إنا يدتك بني آدم كي يقامان ولي بني آدم كوا يقامان لكن صومالي من يتقانا من باوش الجمال إسا وحد الكاني يلجي باوش الجمال دوت ماشي يجب سؤالي نيسان يسكول كاها أنا أقول لك 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 أنا أقول
ويناي واحد عزم يجي لكم ما يلاهن قال بالي للطبن أبكم أو لما بقول هذي الثلاثين إلا ما بقول أبكم أو هذي بقول يجي كم أبكم أو مسي شيء كوي لاقو كم أبكم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسي كسر شيء كم لم يلا أبكم تقول الدنيا لهم كاي قف وحال هني كم من أبكم أو طبن كم أو بقول منهم لأنه حال جري كريم وحال حميد كريم وحال سبي كريم وسبي كراهك وحال أرك كريم وأرك كراه مركا dadka wuxuu sheega naxdii jeeriyi beentaaga jeeriyi wanaagga jeeriyi oo yid jeeriyi oo arkii jeeriyi oo fiin jeeriyi marka kuwaana in wax laga qaato oo wax laga degiso weeyaan ineena la oolin wuxuu leeyahay jamaa sagaal baa iyo waa wada dhashay waa la ismiye lama sinna sagaal waa wada dhashay lama sinna ilaahay bina waxda baslay haddii la waayo kuwa dadka waxba ay wax sheegaan ummadu way daayay beela haday daayay beelaan waa lumaan oo waa dhammaadaan oo waa tirtirmaan sida maanta halisu nahay weeyaan leanna caqliga iyo aqoonta waxa weeyaan maaha wax kulusu dhamma waa nafs waa oxygen kooxdiina caqliga iyo aqoonta marka ninkii sagaal baa ku dhigtay waxa weeyaan waa ka gudbi saas biliyoon shay talabaad walaa saddexaad ee rabayna in xadidii waxa weeyaan soomaali maanta waxay ku dhammaatay oo jijiri ku khayraamay oo lisku waayey oo intaa toban sano dib iyo dac wax kasto ilaahay xaaraantinimayba lagu xalaalaystay waxa weeyaan waxbaan leh oo haddaan qolannahay meeshaan annagaa oo dadkani hadday yihiin waa qoladii oo annagaa laakiin haddaanan laga boolin xaqiiqada iyo runta haddaanan laga boolin adduunka ka kuma jiro cid wax qoran sababtoo ah qof lama hayo qofka biniaadamka marka la eego lama hayo qof xalkuu ku dhashay weligiiba jooga guriguu ku dhashay weligiiba fadhiyo noloshiisa ku dhamay ama tuuradiisa ku dhamay waa in meelkaleeeeelkaleeeelkale xalka maanta dhulka soomaaliya ay kala degan tahay qabaali degan tahay shalay qaarkood baa soo degay qarnigii dawadeen cabdilxasan dagaaladay qabaalka qaarkood intay joogaan maanta meelsay joogi beri ma joogi doonaa qolana ma joogin weligeedna ma joogin halkay joogta maanta mbelis ma doona iska dhaaf qole qaran meeshuu degay weligiiba joogiyo walaalayaal takalay walaalayaal qabaynaan idiin sheego waxa weeyaan waa idin xasuusinayn ilaah baan idin ku daashay intuuna halkaa joogti inta kale ma haystaan soomaali ma ku haystaan ajanad miyaa ku haystaan gaala miyaa ku haystaan islaam miyaa ku haystaan toddobi iyo toban sano toba sheeyi in ku doonan idiin sii sheega ka hor toddobi iyo tobankaasano kadib tobankiiba aad aragteen ay wada joogaan meelaha iyo dowladnimo soomaaliyeed joogta ilaa waqooyi iyo maxay sawdoo kala go-a ilaa soomaali oo qabaa-il isku laysa wax inta intise nin miyaa ku haysa cidu doonaa taas kama dhigna macnaheedu inaan anagu kufaanayo waxay ka dhigan tahay haddii wax lasii saadaadiyey ay sidii loo saadaadiyey u dhacaan waxay ka dhigan tahay inay ka tarjumayso aragti xaqiiqa ku salaysan iyo in adduunka kan ilaahay sameeyey una tasifan sidaa u tuurin laakiin xeerar ay ku dhugumariyaan dabeecadda iyo taariikh xeerarshaasina ku culimada sayniska inta ilaahay aqrisi ay daba hoodaya qolka helaan ay ku xisaabsamayaan haddii maanta taariikhda markaa marka la eego waxyaalihii ana anugu markaa ku xisaabsamay ilaahay fadligiisa markii aan arrimaha sii sheegay wax nin walba u ka guuday baa meesha tan taalla ilaahay wuxuu yahay waxaan war niman yaho si ay ku dhacdayba waxaa taalo oo socota oo la wadaa idinku amaku intiina halkan fadhidaha noqoto oo ree awdada ha noqoto ama in qolo kale oo meel kale fadhidaha noqoto wax aanan lagu xisaabtamin waxaasoo ah soomaali iyadu ama gobol ama qolo ama waxay doonaa kala shay adduunka duuskiisa in laga tiro dowlad soomaaliya in la duyo dibdambaysa inaysan usoo noqon dadka wixii joogaana dagaal sida loogu wada inay isku dibiidiyaano ku dhammaadaan mara holsoonka markay noqotana in la tuuro lagu kala taxayo meesha ayagana cidina cidina dibadda aana laga soo dugan iyaga dhexdooda laysugu adeegto oo sidaa isku laynayaan kelida laga gudiyeyso dameerka bulshada lasoo daayana waa la yaqaanaa ree ebel baa liyay ree ebel baa liyay intuu laysku gudiyeysanka laysku geli weligood baa ilaysaa oo maxay sidaa laysugu dhammaada toban saan dee inta soo wada marka walaaliya anigu waxaa idin sheegaya haddii maanta ilaah bitayodiisi tahay sarfarijlo oo ummadda soomaaliyeed dama a taariikhiga jirto waa dama kolka la dama a waa taqaan dama waxa weeyaan qof
حقها هرمتي صعب والكلين والعطب حقها تبقى يعني دمع تاريخي بالي طوال سنو دسي السويديه وحي وكدا ماني وغيه في بغليسي إياه مانت الصومالي وذل لقي كريلاية ورد عليك سيدي نانا بلارية وحن وحي لغوكا ماني ولا ليه كده مثلا إنا نانا حتى اللي مكري إلا إيكي فور صمائل إنك فور سنو إنك لا إله إلا الله سرع إن كانوا قبل إله وحي إن قول إله وحي إن العقل إله وحي خير القف يجعني إله ينجع على راهي إن القف مغبقي إله إله مغبقاها إيه هدي تريد من المسلمين دون حتى إنك الخير بعد خروج مادا الحمد لله وحد من زين الدولات كتا شتان لكن من تعكملي لأن آخر من كنت قال الله حتى أصلي مورا كرفوي كلنا بيقويا يقع وقود بانسلي قال الله حتى أصلي معي هذه ممتكر يقول الهول الإسلام وحن ربائنا فوين فوقتم بيان ربائنا قاب وحوية سومالي الله ولا ليا طبعاً أنا كهو باوي حالي ولي الله قصر ما شو طبعاً سنتين اليوم ولي الله قصر ما حاس لا أولي خير نؤمنه خير ما أمها بيان لكن وحدي أنا دين معنين إياك يعني كتبين طبعاً سنة المصنف أنا صوصع كأوبي إياه يعني اللو أقوسين وحان اللو أقوسين واحد يفهم يسمعها إن صومالي ما أنت إن العقل هي المستري وحان يفهم ويجا سبب طورا حديث صومالي لا لو قوصده إذا إن السويدي ويانا بحال اللو أقوسين واي وإن السويدي صومالي لا لو إجل الكون والله صدح مليون كنا ولاك وإلا طول مليون وقت كنا ولاك أو دقالي إلي أو بطيري أو مغالوني إلي أو دفتيري وحلو أقوسي واي إتوصل إيه واحد يقول بعطيه ما عمل ملك يقولي والنبض كنا وحي أي ولو أقوسي واي الدولة ديالو كديري ديالو موريشي ديالو شان كنا صنع شان كنا قطع كنا وشاي عالم أي أولادا وتبعيد قروما عقد عيسا أي أفرد مرلي هاي دومين لجوي ديال محاجة دومين لجوي ديال محاجة والي حتى بعاني يمشيك واحد سومان اللي عن لو أقوسي ولي إذن لو أقوسي صوت واحد يقول لها ورن اوان قوسن ومقوي قوي المحاكدين اهل هاي صوت كان الله ما قوسن صوت دولة الحمر اللي قد مني هنا يكسوا بحد الهردين ساء اما القول ما كسوا بحد اما بوساطو كسوا بحد اما مال كلا كسوا بحد دولة صوت ان اللي قد جوبي يماهي تكري انا يصوا بحد لو متخلق لو متخلق سلا اقوسن لو متخلق أبوالينا والسنين صوالي دخلي في جيري في يدا انت دوشة قصار دم بيجيجا ايه مجد ايه دوشة قصار لكن لو قمت تركيني وحانا الحبار صومال الله انت صوت اللي رسوك عن بحر يوم والله واحد صوت كسو على دريتوري انتو مهل لهم ايمان او بارك او ايمان انك صوتك قطار كل المولان او اي دهران صومال اللي بدأ من دولي بوانا لهم سلاسة عن واحد بيجيه مجرد مركا حد مركا ان مدلس في ديوليا حدي صومال الله فاكتي اوهينا وسميش كل من اللي لأن دباسات الله هي اللي تولد في عمي تولد السومال اللي أنقل أعطيه حنتها تبسي عن باي مكر سيمنا يجيك بواسرة يجوري شن بعد عكا تبسي عن باي مكر ها بربلين كماها كان بربلين كماها قوي تانك قوي تانك ماها بربلين قوي تانك أما سيكلا لوريشين كرا أما فرسموين كلا ومكو كرا ماها قوي تانكو كان بربلين كوحي ويان أقوصي لعام وحلو أقوصي هنا من اللي لاحق حلال في دولة الصومالي اللي برجع ويسكتي كو كان ويسكتي هو يسر الصومالي اللي سمينه ويسكتي كل هو يسكتي جدا لكن الصومالي اللي عندي الله قاصر دولة أنا عندي تزيد كنترول كريم أو حبش كنترول كريم هو هني يعني عندنا دولة ما كنترول شاطي الله قاصر إن كده نقول نادي إن كده نعيش على ثان مركا إن كده أنا حطيت من تسيب دولة أو الصومالي اللي عندي كده وان بأي بأو حلقة يا بعدين الصومالي يديهم مدرج أو يسمعني لأن دولة ويسكتي تاس تيلا ما صار مركا حتي ورجال هن أنا نهضت ببروبلم كاتي داعي أو سومالي زين أن دولتو وقلتني وحلو يزين من سويسي والله يلو الحدان الدولتي نما ديان نبت لاتي كعتان يا كعتان لاتي إلا إلا هو الحدان الدولتي نقلو وقلتني سومالي لا دم واحد يتاد لو داون دي مكتين ها